صح ان الهريق ده بيجر الهريق. الهريق ده كان بيطلع الشعر اللي هي بالذهب الابيض والذهب الاصفر. وبعد كده عندنا منظر تاني لستات اللي هو الخنث، والخنث دول كان اللي هم الدانس ترو، الراقصات الخاصه بالقصر الملكي. وانا التفسير بتاعي للمنظر بتاع جر الهريم بقول ان الهرم لما بيكتمل بناؤه العمال بيجيبوا الهريم يحطوه فوق الهرم امام الملك والشعب. وبعد طبعا الهريم ما بيتحط فوق الهرم معناه الهرم مكتمل، الخلف بقى والشعب بيرقص فرحا نتيجه لان الهرم تم من اولاد صحراء. الاولاني رع نتر والتاني نتشري رين رع. طبعا احنا عارفين ان نفر رع ده او رع نفر هو اللي بعد كده بقى نفر ايه الجرع. بعد كده ده طلع الاثنين دول اخوات، وطلع ان نفر رع نفر ده على المعبد الجنزي قاموا شاطبين اسمه وقاموا حاطين نفر ايه الجرع وشالوا شكله من مواطن عادي ابن الملك الى انه يبقى الملك اللي خد الحكم نفر ابن رع بعد صح رع. المنظر ده بتاع دمي منفذ بالكامل في الدير البحري عن حاجه بالكامل، يعني صوره طبق الاصل ما عدا ان الناس اللي موجوده بيختلف يعني ما هماش 35 موميا بالعصر المتاخر. وده عبد الحكيم اللي هو كان المساعد بتاع الحفايه دي لما طبعا بتشيل الليل غطاء التابوت بتطلع موميا كامله هناك. لكن شوفوا بقى الحاجه الغريبه ان الميديا اهم حاجه في حياتهم المومياوات. تكتشف موميا شوف ينزلوا 20 متر عشان يصوروا موميا في هذا. لكن اهم كشف ان داخل هذه المقابر طلعنا شكل للاهرامات. ده الشكل الهرمي او دي هاي. فاذا الشكل الهرمي في الدوله القديمه لم يخرج قاصرا على الملك والملك. والشكل الهرمي في رايي الشخصي طلع من الفناء بتاع الجلاله. فاذا كل واحد في الدوله القديمه كان ممكن يبقى اوزيريس في العالم الاخر. كله طبعا الهياكل العظميه اللي طلعناها بنلاقي فيه في سلسله الظهر كلها عباره عن هنا بصوا في تاثير في سلسله الظهر. كانوا بيشيلوا الحجاره تلاقوا ده بيقولوا بتوع الاشعه احتمال يكون عنده كانسر. العامل بقى اللي كان دراعه بيعمل عليه حاجه بيعملوا كبيره من الخشب والبطون. واحد تاني حاجه وقع على 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 رجله عم قطع له رجله و10 14 سنه بعد نائي بناتي زملائي زميلاتي احباب وبشر اثار الحقيقه النهارده في ناس سعاده كبيره جدا انه يكون بيننا الاستاذ الدكتور زاهي حواس لكي يقدم كل العطاء الكبير على مدى حوالي نصف قرن من الزمن اللي عمله واللي انجزه واللي عرق في العمل الاثري اللي بيتيه في كل مكان في المعموره في الكره الارضيه كلها. ان الدكتور زاهي حواس حقيقي رفع رايه واسم مصر عاليا. زي ما انتم شفتوا كل شيء اتعمل بجهد واتعمل بحب واتعمل بعلم ودرايه واسعه وتدقيق. مفيش حاجه جت كده عبثا وبطريقه اي حاجه، لا كل شيء متقن الاداء. الحقيقه متابعته لكل صغيره وكبيره ولكل جديد بيظهر في عالم الاثار شرقا او غربا في سيناء في الصحراء الغربيه في كل مكان في الارض المصريه هو ده العشق الحقيقي. وانا فاكر الدكتور ثروت عكاشة عليه رحمه الله لما جت الاستاذه الصباح اذا اسمها سعاد الصباح
جت تعمل له عدد تكريمي واختاروني ان انا اكتب له مقاله في هذا العدد. الحقيقه جابوا لي الاعمال العلميه اللي كتبها كلها عشان اعمل لها سمري واعقب عليها. انا بهدت الحقيقه لمجهود هذا الرجل. فقابلته في المعهد الفرنسي في حفله بقول له يا دكتور ثروت ايه المجهود الجبار ده اللي انت عملته في حياتك؟ رد علي بكلمات ثلاثه لا انسى، قال لي هذا هو العشق. فانا بقول بالنسبه للدكتور زاهي حواس هذا هو العشق وهذا هو العمل وهذا هو العرق وهذا هو زاهي حواس ادامه الله لمسلم. وشكره ويقدمه الطالب احمد طارق رئيس اتحاد الطلاب.